ووصلنا لمحطتنا الطبية. أكيد سلمى، ورح نحكي عن موضوع كتير مهم خلال الشهر الفضيل. بنعرف أنه نحن بنصوم لساعات طويلة، فأكيد الجسم بيفقد سوائل بكميات كبيرة. كيف فينا نعوض هاي الكميات؟ لأنه فعليا بتأثر على البشرة. أساسا نحن بفصل الشتاء بيكون في حالة جفاف للبشرة، مع الصيام حالة الجفاف بتكون أقوى نوعا ما. صحيح نور، ودائما عدد ساعات الصيام تلعب دور. يعني عم نشوف نحن صلنا سنوات عم بمر مثلا رمضان بشهر الصيف، فكان صحيح. عم يجي يعني جفاف البشرة مع عدم شرب المياه لفترة طويلة مع الحرارة. صحيح. هلأ شوي يمكن السنة أخف أنه درجات الحرارة شوي، الجو لسه بارد، فهذا يعني نوعا ما أخف على الصائم. ولكن عدد ساعات الصيام لفترة طويلة، واللي عم بيكون بعد الإفطار، في ناس كتير ما عم تقدر تعود سوائل لجسمها. رح نتعرف أكثر على تفاصيل شو هي الطريقة اللي ممكن الشخص يحافظ فيها على بشرته من دون ما يصير في عنا جفاف، وأيضا مشاكل أخرى ممكن ترافق الصيام إذا الشخص ما عرف يتصرف فيها. كل هالتفاصيل رح يطلعنا عليها ضيفنا بالاستوديو الدكتور أحمد الصالح، اختصاصي جلدية وتجميل. صباح الخير دكتور، رمضان كريم عليك. يسعد صباحكم صبايا، وصباح مشاهدي الإخبارية الكرام، رمضان كريم على الجميع بإذن الله. رمضان كريم. بالبداية دكتور، خلينا نحكي الصيام بشكل عام قديش بيأثر على البشرة والصحة؟ هلأ بداية الصيام معروف عند كل الديانات ومنتشر عند معظم الإصنيات والأعراق، ومثل ما هو فرصة لصفاء ونقاء العقل والروح وتنقية النفس من الآسام والشرور والموبقات، لازم يكون هو فرصة، أو نحن نخلق منه فرصة لتنقية الجسم من السموم اللي تراكمت فيه على مدى عام كامل. هلأ الصيام هو عملية تنظيف مستمر للجسم، أو ريفريش كامل للجسم خلينا نقول. ومع تقدم أيام الصيام أو ساعات الصيام بيبلش الجسم يدور على مصادر أخرى للطاقة، وبالتالي بيروح ليحرق الدهون والشحوم المكتنزة والمتراكمة في مناطق معينة من الجسم. هذا الشيء بيؤدي لخروج هاي السموم من الجسم. جزء من هاي السموم بيغادر الجسم عن طريق الجلد، وهون ممكن يشعر الصائم انه عنده في او في بعض الامراض ممكن يصير فيها ثورة او تزداد حدتها، مثل حب الشباب خلينا نقول، بيلاحظوا اول فترة انه زادت هاي القصة. طبعا هذا مؤقت لحسن الحظ، ومع تقدم الايام ممكن يخف ويتلاشى. هلأ بالمجمل العلاقة ما بين صوم رمضان والصحة الجلدية هي علاقة إيجابية بالمجمل، لأنه أثبتت الدراسات الحديثة أنه الإقلال المؤقت للماء بالدم وبالتالي بالجلد، هذا الشيء له ثلاث إيجابيات. أولاً بيعزز مناعة الجلد وبيزيد قدرته على مقاومة الميكروبات والإنتانات الجرثومية والفطرية المعدية. اثنين، بيخفف مساحة انتشار الأمراض الجلدية اللي بتاخد مساحة واسعة من الجلد، مثل الصدفية أو الأكزيما الحادة أو هالأمراض، هاي أمراض المناعة الذاتية. ثلاثة، بيعالج أو بيساهم بشكل كبير بعلاج أمراض الحساسية بشكل عام والشري بشكل خاص. مثل ما بنعرف هلا الشري له مئات الأسباب، لكن أشيع الأسباب هي الأسباب الغذائية خلينا نقول، نتيجة الفاست فود وأكلات السوق والمعلبات اللي فيها أحيانا مواد حافظة ممكن تصير نوبة الشري. الصيام هو فرصة ربانية لنخلص من هالقصة هاي، وبالتالي بتخف أعراضه وممكن تتلاشى نهائيا. طيب دكتور أحمد، يعني اليوم كتير بنسأل أنه شو هي أبرز العناصر اللي ممكن تفتقد إلى البشرة خلال فترة الصيام لفترة طويلة، وكيف ممكن يتم تعويض هذا الشيء بعد الإفطار؟ هلأ الناس الأصحاء اللي ما عندهم مشاكل ممكن يكون نتيجة نظام غذائي غير متوازن عندهم، أو نتيجة قلة بشرب المياه، ممكن يصير عندهم نقص بفيتامينات متعددة خاصة فيتامين A و E. أما الناس اللي عندها أوردي نقص فيتامينات فممكن يصير عندها نقص شامل، وبالتالي تدخل بأمراض ومشاكل جلدية مؤرقة للحياة بصراحة. هلأ أصحاب البشرة الدهنية وما يتبعها من أمراض مثل حب الشباب أو التهاب الأجرب الشعرية أو الدمامل المنتشرة، هدول لحسن حظهم طبعا اجتهم فرصة ربانية للتخلص من هالأمراض هاي. صحيح. لكن حتى نكون متوازنين بالحديث، أصحاب البشرة الجافة حيزيد عندهم هاي السايد إفكت هاد،
وانا حابب نوه بس للمرضى مثلا اللي عندهم هيك قصه وعندهم مثلا امراض مثل حب الشباب وبياخذوا ادويه مشتقات فيتامين آل حامضي او المعروفه بالريتان خلينا نقول. هاي الادويه يعني هي اوريدي بتعمل جفاف، فهدول حيحسوا انه الموضوع زايد عندهم، وهي الشريحه بالذات من الناس لازم كتير تركز على موضوع الترطيب والإماهة وشرب السوائل بطريقة كتير كبيرة حتى ما يزيد العبء عليهم، لأنهم أوردي عندهم جفاف، وزيادة ساعات الصيام ممكن يزيد الموضوع شدة ويتضايقوا أكتر ويدخلهم بمشاكل كتيرة، يعني ممكن يفوتوا بأكزيما جافة أو الأمراض اللاحقة لها، الانتانات الفيروسية اللي بتنتشر بالبشرة الجافة مثل خلينا نقول المليساء السارية أو حتى السآليل الشائعة، ممكن تنتشر بشكل كبير إذا كان في أرضية جافة للجسم. طيب خلينا نحكي معك دكتور عن أبرز الخطوات الصحية لليوم للحفاظ على البشرة، كيف فينا نقوم فيها بشكل مستمر؟ هلأ قبل هيك أنا بس بدي أحكي عن شغلة أو عادة من العادات السيئة اللي بيتبعوها بعض الناس برمضان. يعني في عندك ناس ممكن من الافطار للسحور يعني بياكلوا الامتين وبيقضوها بعدين على اراجيل واكلات طيبه ونقرشات وحلويات، يعني هي الشغلات اللي ما في اي قيمه غذائيه. هذا الموضوع كثير كثير مزعج للجسم وللبشره وللجلد، لانه بالنسبه لنا كاطباء جلديه وتجميل ألد عدوين للبشره هن السهر والتدخين. بيجي واحد بيقول لك انه انا بارجل ما بدخن، يعني طبعا هي نكته سمجه، يعني انه اسوء الانسان طبعا يعني كل نفس اربيله هو عن 30 سيجاره، فالعدو التاريخي للبشره هو التدخين والسهر. فهذا الموضوع يعني نحن بننصح الناس انه ايه اوكي، يعني بلش فطورك مثلا بصحن خضره كاسه مي، ريح شوي، وممكن مثلا تعمل شويه ووكينج رياضه او جيم او الى اخره، ممكن تنام ساعتين ثلاثه وتفيق على السحور تاكل لقمتين وترجع تنام ساعتين ثلاثه وتروح على شغلك. اما السهر المتواصل وتقضيه هالوقت هذا بالاكلات المالة طعمه يعني اللي بتعطي كثير اثار سلبيه، فهذا الموضوع بيدمر البشره، يعني بيحطم الكولاجين، بيحطم الالاستين، بيخفف الدوره الدمويه بالوجه. حتى نحن مثلا بعض الصبايا اللي بنعمل لهم نقل شحوم ذاتيه او بننفخ لهم خدودهم الشحوم الذاتيه، من الا اذا انت بتدخني أو بتسهري كتير فما حتعيش عندك كتير. فهذا الموضوع نحن بنتمنى الناس أنه يعني ما ترخي بدن بعض الأفطار وأرقيل وأكلات طيبة والشيبس وميبس والقصص هي، يعني هذا الموضوع كتير سيء. وهي تعد من الخطوات الصحية لسلامة البشرة، يعني هي تعد ضمن الخطوات الصحية اليومية اللي لازم الناس تتبع للحفاظ على طبعاً بشرتهم. يعني أنا برأيي الحياة الصحية أو الشيء اللي بيعطي قلق ونضارة للبشرة خارج أوقات الصيام، يعني كتجربة شخصية خلينا نقول، يعني إذا الوحدة بتاخذ جمال طبيعي خلينا نقول ممكن كاستين مي على الريق مع تفاحة، خليها تسحب هذا الشيء على رمضان، يعني تبلش إفطارها بكاستين مي وقطعة فواكه وصحن خضرة وتكمل، بعدين تفوت تاخذ الوجبة الرئيسية تبعها وتريح وتبعد عن شغلات الأكلات الجاهزة ومثل ما حكينا الفاست فود اللي ما فيه أي صحيح. قيمة غذائية، هي دمار للبشرة بصراحة. يعني أكيد، يعني دكتور أحمد يمكن حضرتك بتتفق مع أغلب الأطباء والاختصاصيين من مجالات مختلفة بأنه الغذاء الصحيح أو طريقة تناول حتى الغذاء بعد الأفطار هي اللي بتأثر على صحة جسم الإنسان لحتى يقدر يستفيد أكبر قدر ممكن أيضا من الصيام، اللي هو قلنا ببداية الحديث له فوائد كتير تنظيف الجسم. قبل ما نختم، يعني هل عم تترافق ايضا فتره الصيام مع خلينا نقول التغير الخريفي او الربيعي حاليا بهذا الوقت؟ اهم النصائح اللي بتحب توجهها لكل السيدات او الصبايا لحتى يستخدموها مثلا نوع معين من المرطبات او شيء خلال هي الفتره لحتى يحافظوا اكبر قدر ممكن على نضاره البشره؟ تماما، للاسف هلا الجو يعني ما عم تعرفي صيف ولا شتاء ولا دائما الفصول الانتقاليه بتزيد فيها الامراض الجلديه او امراض الحساسيه بشكل عام، فكل الناس لازم تهتم بترطيب البشره. ونصيحة لذوي البشرة الجافة هي ضرورة انتخاب أنواع الصوابين والمراهم أو الشكل الصيدلاني للمرطبات خلينا نقول،
يعني يستعملوا الاوينتمنت مو الكريم او اللوشن او شيء، الشيء اللي بيحافظ على رطوبه فيه زيوت اكثر. تماما، هذا بيحافظ على رطوبه البشره وبيساعدها حتى على مقاومه العوامل الجويه اللي بتحسي ملعوب بالاعدادات هلا بالنسبه للجو يعني. صحيح. فمنرد منأكد ثاني مره انه لازم الصائم يعني ما بين فتره الافطار والسحور مينيموم يشرب 3 لتر مي، يوزعهم على فترات متقاربه نوعا ما، يعني عطشان مو عطشان لازم كل نص ساعه يشرب كاسه مي. هذا الشيء بيساعده على ترطيب الجلد، إماهة الجلد، مقاومة الجفاف اللي ممكن يدخله بأمراض تانية مثل ما حكينا يعني. فالموضوع بشوية وقاية، التركيز على خلينا نقول كمان على نوعية الأكل مو كمية الأكل. يعني نعطي ملاحظة مثلا أنه بدل شغلة العصائر والبودرة اللي بتنحل وكذا، ممكن نحن نجيب إبريق مي ونحط فيه ليمونة مع نعنع وتلج، هذا الشيء فيه مستودع فيتامينات يعني. فموضوع العصائر والشغلات المواد الحافظة كتير سلبي، ممكن حتى يصير نوبة شري أو نوبة حساسية. هلا يعني مطبخنا على بساطته لكن غني بالمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. ونصيحة كمان أخيرة لسيدات البيت، يعني أنت إذا بدك تجهزي إفطارك مثلا أي شيء بدك تطبخيه شيلي منه شوي ودهنيه على وشك، سواء بطاطا ولا خيار ولا بندورة whatever. هذا الموضوع يعني بيغنيك عن الكريمات المغذية والكريمات والمغذي النهاري والمغذي الليلي ومغذي بعد الظهر وما بعرف شو. هاي بتعطيكي يعني بتعطيكي بس 3% كتغذية. أما الشغلات الفريش واللي موجودة بمطبخنا، يعني بلادنا فيها الخير ليوم الدين يعني، فهي الشغلات على بساطتها انما هي اكثر فائده. تماما، يعني حطيها ماسك على وشك من 15 ل 20 دقيقه وهذا الشيء خليه يكون يومي وكتري سوائل وامورك بخير. بالختام اكيد بدنا نتشكرك دكتور على وجودك معنا وعلى كل النصائح والمعلومات اللي حكينا عنها، شكرا كثير لك. يسعد صباحكم صبايا ورمضان كريم على الجميع، وان شاء الله ببركه هالايام الفضيله وبركه الشهر الفضيل بيشفي البابا وبيشفي كل مرضى. آمين. الناس.